تواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جهودها للتصدي للجرائم الإلكترونية التي قفزت نسبتها 6 أضعاف منذ العام 2015، إذ ارتفعت من 2305 قضايا في عام 2015 لتصبح 16,027 قضية في عام 2022 بحسب إحصائيات العام الماضي. وفيما تستمر جرائم الاحتيال والابتزاز عبر مواقع التواصل، برزت تساؤلات حول سبل تجنب الوقوع في فخ هذه الجرائم أو التعامل معها. للإجابة عن ذلك نرحب بالمحامي المختص في القضايا الجزائية السيد حسين إصمادي. أهلا بك سيد حسين. يعني ما هي طبيعة الجرائم المرتكبة، أو يعني ما أكثر الجرائم الإلكترونية التي يعني تردك في هذا الوقت؟ يسعد صباحكم جميعا، وشكرا لأسرة قناة رؤيا على هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع كثير من الناس بتواجه فيه مشاكل وما بتعرف كيف تتعامل معه او لاي جهه تلجأ لحل هاي المشكله. طبعا احنا يمكن بالوقت الحالي اللي احنا بنحكي فيه في كثير من الضحايا بتعرضوا لعمليه لاحد الجرائم الالكترونيه ومنها الابتزاز الالكتروني. طبعا اذا بدنا نحكي عن الابتزاز الالكتروني او الجرائم الالكترونيه، يعني أريد فقط أن نحدد طبيعة هذه الجرائم. أكثر الجرائم تأتي هي الابتزاز الإلكتروني؟ بالعادة أنا يعني بحب أركز على أخطرها هي الابتزاز الإلكتروني. نعم، الابتزاز الإلكتروني دائما بيجي بنوعين، بيكون ابتزاز مالي أو جنسي. نعم، أو لدفع الشخص إنه 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 يقوم بعمل هو ما بده يعمله. بس بالعادة احنا بنواجه نوعين، المالي والجنسي. طبعا هاي الجريمة هي دائما تدفع الضحية لتقوم بأعمال غير مشروعة لصالح المرتد. جيد، طيب كيف من ممكن ان نتجنب او تتجنب الضحية الوقوع بمثل هذه الجرائم؟ ما الذي يجب عليه ان يفعله في حال تعرض لمثل هذه التهديدات؟ طبعا في الدرجة الاولى اللجوء للجهات المختصة، نعم، اللي هي وحدة الجرائم الإلكترونية، أو تقديم شكوى للمدعي العام المختص ضمن الاختصاص المكاني للضحية. اثنين، دائما أنا بحب أدخل بسيكولوجية المجرم أو المبتز. نعم، سيكولوجية المجرم والمبتز دائما تعتمد على خوف الضحية وخضوع الضحية. فدائما احنا بننصح الضحايا بأنهم ما يقوموا بالأعمال اللي تتليها بأمورها المبتز. طيب، لأنه في حال الضحية استجاب للمبتز هذا إشي لن يوقف الابتزاز. جيد سيد حسين، لأن الوقت داهمنا، يعني فقط سؤالي الأخير لك وبعجالة، يعني بواقع خبرتك من بهذه القوانين التي تأتيك، يعني إذا قام أحدهم بإنشاء حساب وهمي على فرض، ويعني قام بسبك أو بتهديدك بطريقة أو بأخرى وقام بعد ذلك بإلغاء هذا الحساب أو حظرك، يعني هل يمكن للجرائم الإلكترونية أن تتوصل لصاحب هذا الحساب؟ يعني أحيانا في حال كان المشتكي وهو الضحية احتفظ بلقطات للشاشة السكرين شوت تحتوي على الروابط، نعم، أو اسم الحساب اللي صدرت منه الإساءة، يعني غالبا 90% بيقدر يوصل لصاحب هذا الحساب وتحديد موقع أو الشبكة اللي استخدمها. نعم، إذا كان في سكرين شوت. نعم، يعني دائما احنا أصلا بكل جرائم إلكترونية بنحكي بنقول بأنه لازم انه تحتفظ سكرين شوتات أو تحتفظ في الروابط لتسهيل الوصول لمرتكب هذا الجرم. أشكرك. المحامي المختص في القضايا الجزائية السيد حسين إصمادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.